إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد مع موقع لربح روبل عن طريق الاستثمار. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا الموقع يعطيك 150% بعد مرور 24 ساعة، ما يعادل 6.25% كل ساعة. بالنسبة للإحالة 10%، هذه إحصائيات الموقع. لديه 559 مسجل، لديه في الحساب 137,000 روبل 632، تم السحب من الموقع 24,191.70، تم الإيداع 161,824 روبل. بالنسبة للإحالة 10%، طريقة التسجيل سهلة جدا، سأترك لكم رابط تحت الفيديو. تضعون اسم المستخدم، كلمة السر، تعيدون كلمة السر وتضعون الإيميل وتوافقون على شروط الموقع وتدخلون إلى الموقع. سأذهب إلى حسابي وسأذهب إلى الطيار لأحدث الصفحة. هو الموقع، أولا تذهبون إلى بارامتر أو سيتينج، تختارون الموقع يدعم البرفكت موني والكيوي والباير. سأضع عنوان محفظة الباير هنا هكذا، نضغط على السوغاردي أو السيف هكذا، وبالترجمة الإنجليزية. نذهب إلى الديبوزيت، أقل مبلغ للإيداع هو 100 روبل والحد الأدنى أظن 5000 روبل. سنضغط على الباير هكذا، نختار هذا البلان 50% بعد 24 ساعة، 100 روبل سند. نعيد الكلام، نضع هنا 100 روبل هكذا، أولا نذهب إلى هنا الخانة الأولى إخوتي، رفيل طيب كذا. الخانة الأولى ليس الخانة الثانية، ناخذ 100 في الساعة، 100 في الساعة يعطيك 106 روبل سند هكذا. هكذا إخوتي، نذهب إلى الديبوزيت. هيا إخوتي، في 3/2018 17/07 توقيت بروسيا. للسحب نضغط هنا، بالنسبة للإحالة هذا هو رابط الإحالة، سأتركه
تحت الفيديو. وهذا ما لدي في هذا الموقع. أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.